استحسن سكان عين صالح والمسافرون للمجهودات التي قامت بها إدارة مطار المنطقة، حيث تم فتح قاعة جديدة لاستقبال المسافرين، وجهزت بأحدث الأجهزة من مكيفات وكاميرات مراقبة لتوفير كل شروط السلامة للمواطنين. عبد الرزاق حاجي. مش متاعنا هذا. قاعة جديدة تاع عين صالح، ونشوفوا يعني باللي راهو كاين تحسن كبير يعني، ونتمناو ان شاء الله اكثر يعني. تقريبا تحسن لنا الوضع يعني، تقريبا سيمانات رحلات ذهاب واياب، والسيمانه الاخرى اربع طائرات رحلات ذهاب واياب، تقريبا ما يعادل من 350 ل 400 مسافر يتنقل للشمال، مع تخفيض 50% من الشمال من الجنوب للشمال، يعني بعض المسافرين ارتاحوا لهذا الخاصية وعادوا زعما يتنقلوا الناس في الـ في الـ في